قبل الترجي بتألي مع المباراة. هذه هجمة أخرى خطيرة في القائم الثاني، طليق، ماذا يفعل ماركوز؟ يسدد وتخرج بالدفاع، كانت خطيرة هي الأخرى. ورقة حمراء وضربة جزاء على ما يبدو، أكيد ورقة حمراء وضربة جزاء. وسام بن يحيى، دقيقة 28، كان تعليق ماركوز دوس سانتوس وكان الهجوم يوحي بالخطورة، ينكمش الترجي للخلف، الهجومات المضادة سريعة، مساحات فارغة، روض الكرة ماركوز في عقله وطبعا تلمس الكرة في اليسرى لوسام بن يحيى وتتحول وجهتها وضربة جزاء.